يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من لديه تعطيل في باب الأسماء والصفات ما حكمه؟ ها؟ من لديه تعطيل، هذا إن كان يجهل هذا الشيء ودرس العقائد التأويل وظنها صحيحة فهذا يبين له، هذا يبين له، هذه أمور خفية تحتاج إلى بيان. أما إذا كان إنه يفهم ويعرف أن الأسماء والصفات يعرف معانيها ويعرف وجحدها فهذا يحكم بردته لأنه إنكر بعد علم. نعم. يقول فضيلة، لكن بوجود يعني هذه الكتب وهذه التأويلات لبست على بعض الناس ظنوها حقا فهذا يبين له ويوضح له. نعم.